أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من تورط بالقروض الربوية وهو حتى الآن يقصدهم إيه؟ يقول: فما الحل؟ الحل ما له حل، إن كان يبي يسامحونه ينهون يضعون عنه الأقساط الربوية، وإلا هم سيلزمونه بدفعها، وهو الذي ورط نفسه في ذلك. نعم، كان سأل قبل أنه يدخل في التعامل الربوي، أما بعد ما تورط ليس له حيلة إلا أنهم هم يسمحون عنه ويتوبون إلى الله ويتركون هذا الشيء. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. وردت أسئلة كثيرة تسأل عن درس الأسبوع القادم الذي يكون بدلا عن 40 النووية. بعد الحد إن شاء الله، بعد الحد إن شاء الله. نعم، انتهى. السلام عليكم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.